الريس مبارك اتظلم هو وولاده ومظلوم هو وولاده. الحقيقة ظهرت، اللي قتلوا المتظاهرين الإخوان، والحقيقة بتظهر مين اللي قتل المتظاهرين في محمد محمود، ومين اللي قتلهم قدام ماسبيرو، ومين اللي قتلهم في المجمع العلمي، كل ده، واللي ماتوا عند قصر الاتحادية، كل دولة الإخوان هم اللي عملوا 25 يناير و25 يناير من الثورة، 25 يناير نكسة.